شو هاد؟ جفت. بعرف جفت، بس مشان شو؟ الاحتياط واجب. الاحتياط واجب؟ من شو؟ في ناس انت رفيقي و بتعرف قديش غالي علي، مشان هيك بدي اطلب منك طلب. لعيونك امور. بدي اياك تغيب عن الوش كم يوم. غيب عن الوش كم يوم؟ وليش بقى؟ خلص من دون ليش. خايف علي؟ كعامر من مين خايف علي؟ من هدول اللي كانوا هون آخر مرة؟ راس من دون أسئلة. الله يخليك. عمل اللي عم قلك عليه وبس. عامر أنا ما عم بفهمك. ها هلا قلت لي انا صديقك، اذا انا صديقك كيف بدك يعني اتركك وانت بهالحاله؟ فراس، فراس انا بعرف قديش بتحبني، بس هدول جماعه ناويين على الشر. لانه ناويين على الشر ما راح اتركك لحالك. فراس بترجاك. انا اللي بترجاك حبيبي، انا من هون مالي متزحزح. يا فراس الله يخليك. خلصنا بقى يا هشام. وينك لهلا؟ شو ها؟ شو اللي صاير هون؟ عم يهددوني يا هشام. وين ما عم روح وين ما عم يجي عم يهددوني. تليفونات على البيت على الموبايل، تليفونات تهديد. حاسس اذا بدي افتح حنفيه المي رح بينزلوا لي منها. شو هالحكي ها؟ مخبر الشرطه؟ مخبر الشرطه وندخل بسين وجيم. طب شو الحل لك؟ عم فكر ابقى هون شو ما صار، لا بينشاف ولا بيندري. دفاع عن النفس. كمان رح تدخل مع الشرطة بسين وجيم. عقال عقال ابو العوامر. هات لنشوف. نورني. على كل حال اليوم انا بقيان هون لنشوف شو ربك بدبر. بتعرف بهالحالة بيلزمنا كم فرشة وشي ثلاث اربع بطانيات. ما في مشكلة، انا بنزل ساعة زمان بجيبهم وبرجع. طيب الله يخليك، خذ ابو صبحي بطريقك نازل على البلد. ماشي، وبالمرة باخذ هنا وبس ما بوصلهم لبيت اهلها. يلا سلام. الله معك. خير؟ منو هدول كمان؟ بايتهم شغيلة. يلحقون؟ ما في لزوم، المهم عرفنا ايمتن بيروحوا ايمتن بيجوا. بايتهم شغلتهم بالبلد مو هون. معناتها عامر عم ينام لحاله هون. المهم خلينا نروح هلا ناكل لقمة ونريح شوي ونفكر شو لازم نساوي. خيو المهم ما نتركه يرتاح، لازم نضل عم نضغط عليه ما يحس ويدرى الا ولحنا فوق راسه. ولا يهمك ابشر. لك ايه خد كمان هي عندك. لا لا ليش؟ يلا الك اخي. هل بيقولوا لك الواحد يا سعيد باللعب يا بالحظ؟ انا الحمد لله ظابطه معي لا من هون ولا من هون.
يلا حسنا على خير. شو؟ لا هابوبي ولا دابوبي؟ قلتك ليش بوه السهرة؟ لك هدول ما كانوا يشيلوا التنكات البنزين من هون، دبحونا بالريحة. هدول ابو صبحي جابهم مشان المولدي، قلت له مرتين ثلاثة ايمون وما رد علي، بركي بكرة الصبحيات من له ايمون. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير. ليكو ليكو هنا هاي معك سلاح؟ معي شبرية بتكفيه. شو هو بطل العالة؟ خلي روح ولا يهمك، أنا بغطيك. شلون يعني تغطيني؟ يعني أحميك، هذا اللي تعلمناه من الحرب. تضرب منك للحرب؟ غطيني لألك أنا بردان كتير. المهم خيو، إن شاء الله تكون المصاري موجودة هون. بس أكيد المصاري هون. شو عامر؟ شايفك فات؟ هلكني القرص. رجعنا برجع. الأمور كلياتها تمام. الظاهر نحن مكبرين الموضوع زيادة عن اللزوم. فوت نام فوت. وأنت شو؟ أنا بس لأناسب نام، لا تخاف علي. طيب. صباح الخير. تلاقي خير. شو شكلك ما نمت؟ خكيب هنا دبحني ناموس، دبحني على المضبوط. يا الله صباح الخير. تلاقي الخير. أبو الخير؟ إيه. لك؟ شو؟ هلا تقفي؟ قولك بتكون شعر بالأمان ما؟ إيه. هلا شوف شو رح ساوي لك فيه. Thank you.
ابو الخير قلت لك ما معي مصاري. كذاب. اسمع لا صير الشر واللي فيه المصاري والا علي وعلى اعدائي. ها خلاص خلاص مثل ما بدك. كل المصاري كل الدولارات بعطيك اياها. ليكولا انا هلا فيني قلت لك وما بيطلع بالامرك شيء دفاع عن النفس بس انا ما راح اعمل هيك ولا راح اخلي الشباب يقتلوك مو لا شيء بس اكراما للخبز والملح اللي بيناتنا خدوه جتوه مع الجاج جوا مثل الكلب خدوه حرقوا له حرقوا له حرقوا له باي عامر شوف عامر ما
هذا برا. والله ما بعرف شيء. لا مش شرط. ويلعن أمر المصاري. ما صفر صراحة. كم مصاري العالم أنت تخاف عليه؟ ما بسألك وحش. ليش ولادي عم يقولوا؟ كلمتين ما بعرف. راس راس. خلينا نعم. أخوك أكبر منك. طمني طمني الله يطمن قلبك. شو ربك يا ابن الحلال؟ لا في عنا مريض ولا في عنا عم ولا مصيبة عمي على قلبك. كيف فكر انه الولد مات من ايديه مشان ينحرق؟ اذا سكتت عن غلط وبكون عم شجره، اذا اعترضت بيعتبرني ما عم بفهم عليه، عم وقف بطريقه بصراحه. قولوا وين؟ اننا ضلينا بده يرجع لاهله وبده يرجع لاسره. كل العالم عم تشتغل مشان يرجعوا معهم على تسمي اسم المصاري عم تشتغل وعم تقول بينما تشتري وبينما تنسي تشحن حالك بالميكرو او بمعمل ليش؟ طالما نحن فقراء ما نضل نعمل بس نحتكي على الشغل. انتوا شايفين عم بشتغل مثل الحمار بالليل وبالنهار ما بعرف وقت. طول بالك يعني طول بالك. هي مشكلتنا كلنا بس الواحد يحس ما بعرف كيف طالع الصبر. بس انا مستحيل اعمل اي شيء غلط. مستحيل. انا تربيتك ولو ما في ثقه بيناتنا. هي ما عم تشوفي بعد ما تكون والله شريط.